برشلونة. نجوم الفن والإعلام يشاركون في عزاء والدة تامر أمين. أحمد شوبير وحجاج عبد العظيم يقدمان العزاء في والدة تامر أمين. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. نجوم الفن والإعلام يشاركون في عزاء والدة تامر أمين. حرص عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، والذي أقيم مساء أمس. وحضر العزاء عمرو الليثي والفنان تامر عبد المنعم والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية القديرة سناء منصور والإعلامي رامي رضوان والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي واللواء سمير فرج والكاتب الصحفي مصطفى بركمة. حضر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والكابتن طارق قنديل والإعلامي أحمد شوبير والفنانة نهال عنبر والكاتب الصحفي مجد الجلاد. ورحلت والدة الإعلامي تامر أمين عن عالمنا الجمعة الماضية، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لتلقي العلاج، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بمرضها. تشييع جثمان والدة تامر أمين. أحمد شوبير وحجاج عبد العظيم يقدمان العزاء في والدة تامر أمين. حرص عدد من الإعلاميون والنجوم على تقديم العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، ووصل من قليل إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم كل من الإعلامي الكابتن أحمد شوبير والفنان حجاج عبد العظيم والفنان خالد عجاج والشيخ خالد الجندي والفنان فيصل خورشيد والفنانة إيناس عز الدين والإعلامي أحمد المسلماني والدكتور أحمد أيوب والفنانة نهال عنبر. كان قد بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، وكانت قد شيعت جنازة والدته إلى مثواها الأخير منذ يومين من مسجد السلام بمدينة نصر بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء. نجوم الفن والإعلام يشاركون في عزاء والدة تامر أمين. حرص عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، والذي أقيم مساء أمس. وحضر العزاء عمرو الليثي والفنان تامر عبد المنعم والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية القديرة سناء منصور والإعلامي رامي رضوان والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي واللواء سمير فرج والكاتب الصحفي مصطفى بركمة. حضر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والكابتن طارق قنديل والإعلامي أحمد شوبير والفنانة نهال عنبر والكاتب الصحفي مجد الجلاد. ورحلت والدة الإعلامي تامر أمين عن عالمنا الجمعة الماضية، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لتلقي العلاج، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بمرضها. تشييع جثمان والدة تامر أمين. أحمد شوبير وحجاج عبد العظيم يقدمان العزاء في والدة تامر أمين. حرص عدد من الإعلاميون والنجوم على تقديم العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، ووصل من قليل إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم
كل من الإعلامي الكابتن أحمد شوبير والفنان حجاج عبد العظيم والفنان خالد عجاج والشيخ خالد الجندي والفنان فيصل خورشيد والفنانة إيناس عز الدين والإعلامي أحمد المسلماني والدكتور أحمد أيوب والفنانة نهال عنبر. كان قد بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، وكانت قد شيعت جنازة والدته إلى مثواها الأخير منذ يومين من مسجد السلام بمدينة نصر بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء. نجوم الفن والأعلام يشاركون في عزاء والدة تامر أمين. حرص عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته والذي أقيم مساء أمس، وحضر العزاء عمرو الليثي والفنان تامر عبد المنعم والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية القديرة سناء منصور والإعلامي رامي رضوان والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي واللواء سمير فرج والكاتب الصحفي مصطفى بركمة. حضر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والكابتن طارق قنديل والإعلامي أحمد شوبير والفنانة نهال عنبر والكاتب الصحفي مجد الجلاد. ورحلت والدة الإعلامي تامر أمين عن عالمنا الجمعة الماضية، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لتلقي العلاج، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بمرضها. تشييع جثمان والدة تامر أمين. أحمد شوبير وحجاج عبد العظيم يقدمان العزاء في والدة تامر أمين. حرص عدد من الإعلاميون والنجوم على تقديم العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، ووصل من قليل إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم كل من الإعلامي الكابتن أحمد شوبير والفنان حجاج عبد العظيم والفنان خالد عجاج. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا الدعاء بالرحمة والمغفرة إلى والدة تامر أمين، ولا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.